عندي اذا طلعنا هذول راح اخذ واحد على هذوك الرقمين يطلع معي اظن تاو 1.98 تاو 2 بتطلع 51 مينتس That's per minute. عين السيستم. هلا احنا بلغة الكنترول بنسأل أول شيء بنقول هل عندي مشكلة؟ أنا ممكن نقول أنا ما عندي مشكلة، هذا السيستم ريسبونس تبعه ممتاز. أو ستيدي ستيت ايرور ما فيش فيه مشكلة بستيدي ستيت ايرور، أنا بقدر أضبط الفاليوز أوصل. إذا ما عندي مشكلة خلص انتهى، ما في حاجة للكنترول سيستم. عندي موديل والموديل تبعي بقدر يتنبأ فيه، وبقدر أسأل الموديل أقول لو أنا درجة حرارة الفلويد هاي ما بدي إياها 350، بدي إياها 400، إيش بقدر أعمل؟ إيش اللي بقدر أحسبه؟ لمين برجع حتى أطلع؟ لستيدي ستيت ايكويشنز، مش هيك؟ برجع لتو ستيدي ستيت ايكويشنز، شو بعطوني ستيدي ستيت ايكويشنز؟ بقولوا لي إذا أنت هذا الفلويد داخل على 100 درجة مئوية هون عندك بدك درجة حرارة مش 350 بدك اياها 400، إذا ايش لازم اغير؟ كيو مش هيك؟ حتى اغير كيو بغير الهيتر تبعتي، بقول الهيتر الان بدي احطها بدل ما تكون 5000 او 5400 يمكن بدها تكون 6500، بحسب المعادلة ستيدي ستيت ايكويشن بظبطها. طيب لو جيت قلت لك والله هذا الليكويد راح يتغير اليوم، راح يصير فيه ديستربنس، بدل ما يدخل عندي على 100 راح يدخل عندي على 80، بس انا بدي احافظ هاي على 350، ايش لازم اعمل بكيو؟ بقدر احسبها واحسب القيمه تبعتها قديش لازم تكون من هون، فبقدر اعمل كل حساباتي. وهل بقدر ابني فيد فورورد كنترولر لهذا السيستم اثبت كيو من هون وبناء على التغيرات اللي بتصير بتي ان اغير كيو؟ مش بقدر اعمل هيك؟ وعندي معادله بتيجي بتقول حسب تي ان اللي من هون ابني فيد فورورد كنترولر، فيد فورورد كنترولر مين بتعمل سنسنج لمين؟ للديستربنس اللي موجود هون. والفيد فورورد كنترول بتاخذ الديستربنس بتدخله على ستيدي ستيت ايكويشنز وحسب ما بتشوف تي ان تغير بتغير كيو. ايش ميزه الفيد فورورد كنترولر قلنا؟ تتنبا بالمشكله قبل ما تصير، قبل ما تصير عندي مشكله في قيمه تي، لكنها ما بتتغلب غير على الديستربنس الوحيد هذا اللي موجود هون. لو عندي ديستربنس ثاني انا مش شايفه او لو صار تغير في البروسيس ما راح يقدر يتغلب على هذا. هلا لو جينا قلنا قديش هذا هون تقريبا بدي استنى حتى السيستم هذا يعمل سيتلينج داون، راح يكون مين الدوميننت؟ البول الاصغر اللي اقرب للاوريجن اللي بيقابل البول الاصغر ايش بيقابله؟ تايم كونستانت اكبر، مش هيك؟ تايم كونستانت تبعه 51 دقيقه، لو انا افترضت اشتغلت على اربعه تايم كونستانت كنت اشتغلوا على اربعه ولا خمسه؟ تقريبا التايم كونستانت بنقول هون 51 او 51، لو ضربته في اربعه في خمسه بستنى 200 دقيقه حتى السيستم يعمل سيتلينج داون. جيت قلت انا غير راضي عن هذا السيستم، هذا الريسبونس تبعه قليل بطيء وانا بدي اسرع الريسبونس بدي احسن الرايز تايم تبع السيستم، ايش راح اركب له؟ بدي اركب له كنترول. هلا رغم انه انا عندي ستيت سبيس موديل وعندي تو انبوتس وتو اوتبوتس، انا راح افترض هون انه هذا السيستم اللي بيهمني فيه كيو كانبوت وبيهمني فيه تي اوتبوت. هو مضبوط ستيت سبيس موديل بس انا ركز على هذول التنين. هذا عندي هون اكتويتر وهون راح يدخل عندي ديستربنس، الديستربنس هذا اللي هو تي ان اوف تي وراح يطلع كمان معي تي اي اوتبوت اوف تي بس انا بهمني شو تي. هل بقدر الان اركب كنترولر لهذا السيستم؟ ما بدي اعمل، انا بدي استخدم الكنترول التقليدي. شو ممكن استخدم؟ بروبورشنال كنترول. اذا ايش لازم اركب الان؟ بركب سنسر لهذا او اصلا عندي سنسر اذا انا فارض انه سي بتساوي ايدنتيتي ماتريكس راح اخذ هون سنسر اتش اوف اس وراح افترض انه اتش اوف اس بتساوي 1 انه هو فيش عندي داينامكس. اذا عندي سيستم داينامكس ايش لازم اعمل؟ لازم ادخل هاي السيستم داينامكس على السيستم من هون. اذا باجي بدي اقرر الان ايش عندي هون؟ عندي تي ديزاين راح نحطه على كنترولر. ايش قلنا الكنترولر؟ خلينا نفترضها انها بروبورشنال، مش هاي سميناها؟ بروبورشنال كنترول. وبعدين هون في عندي ايش لازم احط هلا بين هذول الاثنين؟ الهيتر مع الباور الكترونكس تبعتها. الهيتر مع الباور الكترونكس تبعتها كمان ممكن نقولها ترانسفير فانكشن بس انا راح احملها واعتبرها انها واحد. فراح اجي اطلب من الهيتر انها تطلع قيمه معينه او تعطيني قيمه معينه من هون، وهي كانت مثلا كنا نقول احنا كانت على 5000 لازم نذبح اليونتس هون كيلو كالوريز بير منت مثلا، وممكن انا هون شاري هيتر كبير
لانه اذا بدي جود ريسبونس ايش راح الاحظ الان؟ ايش راح الاحظ اذا بدي ريسبونس سريع؟ بدي اكبر الهيتر، احتمال ما تكفيني هاي الهيتر. اذا هاي عندي هون كنترولر. هلا هذا الفيدباك بوزيتيف ولا نيجاتيف فيدباك؟ نيجاتيف. كيف عرفت انه نيجاتيف فيدباك؟ عندي هذه هون ولازم يكون نيجاتيف فيدباك. اذا عملت بوزيتيف فيدباك شو ممكن السيستم يصير؟ انستابل. شو راح يصير في البولز الاثنين هذول لو استعملت بوزيتيف فيدباك؟ بدل ما يتحركوا على بعض ويطلعوا هيك ايش راح يصير فيهم؟ هذا فيش فيه مشكله، بس هذا لما يروح هون ايش راح يوصل عند نقطه معينه؟ راح يصير سيستم انستابل. اصلا احنا ما بدنا بوزيتيف فيدباك، بس بنذكر بالهاي. اذا بدنا نيجاتيف فيدباك، لو رسمت الروت لوكس الان تبع هذا السيستم شو راح يصير فيه؟ هذول الاثنين راح يقتربوا من بعض وعند نقطه معينه راح يلتقوا من هون بعدين يتحركوا بهذا الاتجاه. بس حتى انا لو ما وصلتهم هون، هل تحرك هذا البول من هون لهون مفيد لي؟ ليش؟ يعني غيرت التايم كونستنت، صار عندي بول اسرع، التايم كونستنت تبعه اقل، الفريكونسي اعلى والتايم كونستنت تبعه اقل، فصار الريسبونس تبع السيستم اعلى، واحتمال اني اصلا ما اوصل انا. لكن بدنا نذكر حالنا حتى يصير الريسبونس عندي اسرع، الهيتر هاي احتمال انه يصير يجيها اشاره تطلب منها اكثر من 5000 كيلو كالوري بير مينيت، يمكن يطلب منها 10000 او 15000. اذا اول شيء بدي اعمله لما بدي ابني هذا الكنترول سيستم شو بدي اعمل؟ بدي افك الهيتر هاي القديمه اللي عندي واجيب هيتر اكبر، وبدي اشوف حسب كي، وكل ما كانت كي اشد واعلى شو راح يصير بالاشاره اللي بتيجي للاكتويتر؟ اكبر، تطلب منه حراره اعلى. هذا هون عالم واقعي، لانه الاكتويترز في الحياه الواقعيه كيف الريسبونس تبعهم؟ في الحياه المثاليه الاكتويتر هاي عندي الانبوت وهي الاوتبوت. فالانبوت انا عم بطلب منه مثلا فرضا عم بطلب منه كذا كيلو كالوري بير مينت، وعم بعطيني هو كيلو كالوري بير مينت لحد حد معين شو بصير؟ والهيتر هذا ما راح يبرد، مش هيك؟ شو يعني ايش معنى هذه هاي العلاقه؟ الهيتر عم بطلب منه يعطيني كيلو كالوريز بير مينت معينه، ضل ماشي معي لهون، ماشي معي، كل ما بطلب منه كيلو كالوريز اعلى عم بعطيه، لحد ما وصلت الليمت، انا شريته من المحل، لما شريته من المحل اللي هذه ما بقدر يعطيك اكثر من 20,000 كيلو كالوريز بير مينت، لما وصلنا هون، فلما صرت اطلب منه اشاره اكبر وين علق؟ وين وقف؟ على هاي. اوكي ماشي؟ نعم.